সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরাকাত। দোয়ায়ে হাবিবির ফজিলত দোয়ায়ে হাবিবী একটি উৎকৃষ্ট দোয়া ইহাতে মাহবুবী আল্লাহ তালার প্রতি হাবিব বা প্রেমিকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা হইয়াছে এই দোয়া আমল করিলে আল্লাহ তালার অনুগ্রহ লাভ করা যায় কোন লোক প্রত্যহ গভীর রাত্রে উঠিয়া এই দোয়া পাঠ করিলে আল্লাহ পাক তাহার চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দিবেন তাহার অন্তর হইতে সর্বপ্রকার পাপ কার্যের ভাষণা দূরীভূত হইবে এই দোয়ার একটি বিশেষ ফজিলত এই যে ইহা মানব মনের সর্বপ্রকার কালিমা দূর করিয়া দেয় শেষ রাতে তাহাজ নামাজ পড়িয়া এই দোয়া পাঠ করত আল্লাহ তালার দরবারে যেই দোয়া করিবে তাহার সাথে সাথে আল্লাহ তালা কবুল করবেন প্রিয় দর্শক তাহলে চলুন দোয়ায় হাবিবি আমরা একবার পড়ি নেই قم قم يا حبيبي كم تنام عجبا للمحب كيف ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام طالب الجنة لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام خالق الليل لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام خالق الخلق لا ينام. قم قم يا حبيبي كم تنام العرش والكرسي لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام اللوح والقلم لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام كل الملكوت لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام الشمس والقمر لا ينام. قم قم يا حبيبي كم تنام الأرض والسماء لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام النجم والشجر لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام البر والبحر لا ينام. قم قم يا حبيبي كم تنام الجنة والنار لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام الحور والقصور لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام الطير والوحوش لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام النور على المحب حرام قم قم يا حبيبي كم تنام طالب المولى لا ينام قم قم يا حبيبي كم تنام العاشق والمعشوق لا ينام قم قم يا حبيبي كم تنام العشق والمحبه لا ينام قم قم يا حبيبي كم تنام الليل والنهار لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام نعم المولى والكرام لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام آدم صفي الله لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام إبراهيم خليل الله لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام، موسى كليم الله لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام، عيسى روح الله لا ينام، قم قم يا حبيبي كم تنام، محمد رسول الله لا ينام.